السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وياكم سيد حسين من برنامج جيل الأعباد. اليوم حلقتنا تتكلم عن الهواية المفضلة. خدنا نشوف أحبابنا الصغار وإيش هوايتهم. اكتبوا لنا في التعليقات التون وإيش هواياتكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عرفنا عن اسمك. على عبد الزهر. سيد إبراهيم. سيد عقيل. سيد إبراهيم. سيد شبر. سيد إبراهيم. رضا أحمد علي. نورا جواد. أبا فاضل. زهر إبراهيم. محمد حسن. وش هوايتك المفضلة؟ ألعب الكورة. بعد؟ تلفون. حلو. بس كورة. كرة سلة؟ لا. اليد؟ قدم. كرة القدم. تشجع أي فريق؟ برشلونة. السباحة وكرة القدم. الألعاب. الألعاب مثل وش؟ البادبي. وش تحب تسوي؟ أكل. تأكل؟ تحب تلعب كرة واجد لو شوية؟ واجد يا رفقاني. تحب كرة القدم واجد؟ اه. انت تحب تطالع لو تحب تلعب؟ عادي اطالع دام في حبي العبيه. ايه اطالع. حلو. وش هواياتك بعد؟ قلت السباحة. السباحة واجد تحبها؟ اه. تحب تسبح في البرجة لو في البحر؟ برجة. في البرجة. ليش مو البحر؟ البحر صحة أزياد. صحي البحر. مالح. البنات نصفهم الطبخ. تحبين تطبخين؟ ايه. واجد لو شوي؟ واجد. وش الطبخة اللي تطبخينها؟ برياني. برياني؟ بعد أسوي حلاوة كورنفليكس. حليب وكورنفليكس؟ لا حلاوة كورنفليكس. حلاوة كورنفليكس. تحبين تطبخين؟ ايه. وش الطبخة اللي تحبين تطبخينها؟ حلاوة أوريو. حلاوة الأوريو. أحب ألعب. تلعب. وش تلعب؟ دوب. تلعب بالدوب. وش لون الدوب؟ أبيض. مسمينا أنت اسم؟ وش مسمينا؟ هاني. رون عضلاتك. تحب تسوي رياضة؟ ما تحب تسوي؟ لا أتمشى بس. بس تتمشى. رون عضلاتك أقوى أقوى كذي. يعني تحب تسوي رياضة؟ تحب تسوي؟ واجد لو شوي؟ واجد. أي رياضة تحبها؟ تلعب كورة لو تسبح في البرجة؟ أبى ألعب كورة. تلعب كورة. وش تلعب أنت في الكورة؟ حارس؟ إيه. ما عندك هواية ثانية؟ أنا ما أعرف أسبح لكن البرجة بعد. بعد من هواياتك السباحة. إيه. الواحد مو سيدا يعرف يسبح، شوي شوي يتعلم من الطفيح شوي شوي لما يعرف يسبح. إيه هذه من الهوايات تصير عندك هدف وتعالى تحقق الهدف شوي شوي، عتبة عتبة، درجة درجة، تورة تورة، وتوصل الهدف اللي تبوي. خل عندك هدف تعلم السباحة وإن شاء الله بتصير سباح ماهر. قلنا التين تحبين تطبخين. الرسم. رسم شوية لكن ألون واجد. تلوين أحسن؟ إيه شوية الرسم أحب. والتلوين أزيد. وش تحبين ترسمين؟ باضبي. زين. وبعد؟ دوب. ودوب. وبعد؟ مرجحانة. مرجحانة. وخلاص. تحب الطبخ؟ واجد لو شوية؟ يعني. كم من 10 تقيم طباخك؟ كم؟ ما أدري ما أطبخ واجد. أفضل طبخة طبختها تقريبا كم من 10؟ ما أدري. ما تحب ترسم؟ لا. كلش أبدا؟ بس أنا في حصة الرسم أرسم سيارة أو مروان بس. يعني ترسم الجواري حق الدرجات؟ إيه. يعني لو ما عليها درجات ما ترسم؟ إيه. تحب تطبخ؟ كلش. تحب تأكل؟ أفضل طبخة تحب تأكلها؟ لحم مصلي. لحم؟ مصلي. لحم مصلي. تحبه من مطعم لو في البيت؟ بيت. في البيت. عاد قول كلمة شكر حق أمك. شكرا أمي طواخش أحليه. وش الرسمة اللي تحبين ترسمينها؟ طاولة واستشوار. حلو. طاولة واستشوار. مرجحانة. فستان. فستان. وبنت. وبنت.
بس. خلاص؟ وايش تحبين تلونين؟ دوب. حلو. ومرجحانة وباربل. زين، انت تقول تحب تلعب كرة قدم. افضل لاعب عندك في الكورة؟ ايه. من هو افضل لاعب؟ ميسي، رونالدو، اخوك حيدر؟ انا. انت افضل لاعب؟ افضل طبخة تحب تطبخها؟ سمبوسة. سمبوسة؟ ايه. بعد؟ همبرجر. حلو، همبرجر. وبعد؟ شاورما. شاورما بس. اي اسهل طبخة؟ اسهل طبخة سمبوسة. سمبوسة. تحب تسوي رياضة؟ اه. افضل رياضة غير كرة القدم وغير السباحة؟ ركيض. ركيض. جري. جري او هرولة، يعني لو تسابق فيها انت اللي تفوز. سيكل. سيكل. الحين مو ركيض، سيكل. لو اسابق وياك من اللي يفوز؟ انا. انت اللي تفوز. ايه. وصلنا وياك لنهاية الاسئلة، ولا تنسين اللايك والسبسكرايب. 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 والشير وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد. مع السلامة. اصدقائي، سوف احكي لكم اليوم حكاية جميلة. يحكى أن هناك أربعة أصدقاء: الدب، البطة، القندس والأرنب. كانوا يعيشون في غابة خضراء جميلة. قرر الأصدقاء بناء كوخ من الخشب والطين والقش، ثم قاموا بإجراء قرعة ليتقاسموا العمل، وكان ذلك قبل أن يبدأوا بالبناء. فكان نصيب البطة قطع ما يكفي من الأخشاب، أما الأرنب صنع طوب من طين النهر، والقندس حفر أساس الكوخ، أما عن الدب وضع القش فوق سطح الكوخ. لقد كان العمل شاقاً وصعباً، يسير ببطء شديد، حتى حل على الأصدقاء الأربعة التعب وكادوا يستسلمون لليأس، وذلك بسبب عدم قدرتهم من إنهاء بناء الكوخ على الرغم من جهودهم المستمرة لعدة أيام، ولكن لم ينجحوا إلا في بناء ركن صغير من الكوخ. مرت سلحفاة عجوز على الأصدقاء ورأتهم على هذا الحال وقد سيطر عليهم اليأس والتعب، فسألتهم عن سبب إحباطهم، فأخبروها بالقصة وأخبروها عن عدم قدرتهم من إنهاء بناء الكوخ. فقالت وهي تبتسم بهدوء: هذا ليس غريبا، تعالوا معي لنفكر في حل مناسب ونحن نتشارك بعض الطعام. استجاب الأصدقاء لدعوة السلحفاة. أخرجت السلحفاة الطعام وقسمته بين الأصدقاء، فأعطت الدب جزرة طرية، وأعطت الأرنب حبوب القمح، أما عن البطة فحصلت على أغصن الشجرة، وأما القندس فأخذ قطعة من اللحم. نظر الجميع للسلحفاة بدهشة وقالوا لها: أيتها السلحفاة الطيبة، لقد أخطأت في تقسيم الطعام علينا، فنحن لا يمكننا أن نأكل هذا الطعام. قالت السلحفاة الذكية وهي تصطنع الدهشة: آه حقا، ولكن كيف ذلك؟ فأجابها القندس: بسيطة، الأرنب يحب أن يأخذ الجزر، والبطة يجب أن تأخذ حبوب القمح، والدب يأخذ اللحم، وأما الغصن الشهي فهو لي. أكملت السلحفاة الحكيمة كلامها وهي تقول: جيد أنك انتبهت على ذلك، ولكن ألا ترون أن تقسيمكم لأعمالكم في بناء الكوخ يحتاج إلى إعادة تقسيم أيضا؟ سألها الدب: وكيف ذلك؟ أكملت السلحفاة الحكيمة كلامها وهي تقول: الدب لديه قوة تمكنه من صنع الطوب من طين النهر وليس الأرنب، بينما الأرنب لديه أسنان حادة تمكنه من حفر أساس الكوخ وليس القندس، والقندس لديه أسنان حادة تمكنه من قطع ما يكفي من الأخشاب وليس البطة، بينما خفة البطة تمكنها من وضع القش فوق سطح الكوخ وليس الدب. وهكذا فقط ستتمكنون من بناء الكوخ بكل سهولة وسرعة. والآن يا أعزائي، ما الحكمة من هذه القصة؟
تكمن الحكمة بأن الفكرة ليست دائماً بالعمل المتواصل الشاق، ولكن يجب أيضاً أن نعرف مهاراتنا وقدراتنا ونستغلها بشكل جيد لنحصل على أفضل النتائج. أحبائي، لقد من الله علينا بمواهب عديدة، وكل شخص يتفرد عن غيره بموهبته، فلا بد أن نطور من مواهبنا ونعمل عليها، فإذا لم نطورها سنخسرها للأبد. ومهما كبر العمر وطالت السنين لم يفت الوقت لاكتشاف موهبتك وتطويرها. وصلنا وياكم أحبابي إلى نهاية المقطع، ولا تنسون اللايك والشير وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديدنا.